مساكم الله بالخير جميع. يا مرحبا بكم. ما يشرفني ويسعدني ان اقدمكم اليوم فعاليه اكمل البيت الشعري او حل اللغز. مقدمه من فريق الدعم الله يبيض وجيههم ووجيهكم. الاليه طول عمرك يا ابو ثفيل. الاليه طال عمرك ينقسمون الفريقين. لفريقين كل فريق له قائد. والإجابة تكون من قائد الفريق. إذا جاوب واحد من الأعضاء يعلمه هو اللي يجاوب. وتؤخذ منه الإجابة فقط، وإذا صدر إجابة من أحد الأعضاء يلقى السؤال وتنتقل النقطة للفريق الآخر. الفريق الفائز له 3000 نقطة. وإذا جاوب الفريق الأول وأخذ النقطة يحكم على الفريق الثاني. وإذا خسر الفريق الأول نقطة يحكم على الفريق الثاني والعكس. الأحكام إبعاد واحد من أعضاء الفريق. الحكم الثاني تحصين أحد أعضاء الفريق من الإبعاد لمدة جولتين. نعم. والثالثة كسر الحصانة، إذا صار واحد عنده حصانة تكسر حصانته من الفريق الثاني. نبدأ. هلا بشم. هنا فريق وهنا فريق. جاهزين جاهزين. لا قائد الفريق اللي هنا ما ترشحون؟ عبد الله العتيبي قايدكم من يا شباب؟ قائد الفريق عبد الواحد. طيب نبدا من الفريق اللي هنا. عبد الله طلع واحد من الشباب يختار رقم. سيف اختار رقم. كم الى كم؟ اختار رقم واحد 15. عطنا 10. 10. طيب تبي أكمل البيت ولا لغز؟ أكمل البيت. طيب يقول الشاعر محمد الأحمد السيري الله يرحمه: لعل القصر ما يجي له ظلالي. ينهج تايمر 30 ثانية. ينهج اسلم يا بدأ الوقت. أعلى مبانيه يا سلام. نقطة الفريق عبد الله العتيبي يستاهلون. لا هو قال عندك الفريق الثاني وقايد عبد الواحد. سم أبشر. لا رشحنا واحد من الشباب. ايه نقاط الفريق عبد الله العتيب. شنار لغز ولا اكمل البيت؟ يقول الشاعر عبد الله بن شايق الله يرحمه: انا ما اتكلم لين اشوف الرجال سكوت.